قداس البابا شنودة رمز وطني عظيم. قداس البابا شنودة كاريزما عالية، هو قديس عصر العصور. كنا نجلس تحت قدميه نسمع منه كلامه وتعاليمه في جميع التخصصات، في علم النفس، في علاج المشاكل، في الروحانيات، في السياحة، في القداسة. كان يعلم كل سير القديسين بصفته رجل صحفي، كان يعلم كل القوانين. عنده حنكة كبيرة جدا لما كانوا يجلسوا تحت قدمي أعضاء مجلس الشعب والنواب، كان ياخذوا منه الموعظة، ياخذوا منه النصيحة اللي كانت حافظة اتزان مصر طول فترة وجوده. كان راجل يحب السلام، كان يكره الشر، كان بيعبر عن مشاعره بدموع، ما رضاش يتكلم، ما رضاش يقول أنا زعلان من المسؤول الفلاني أو الاتجاه الفلاني أو الناحية الفلاني. هو عارف، لكن البابا شنودة كان بيحاجج الله، يخاطب ربنا كده مباشرة. أنا فاكر واحد صحفي كان جالس ياخد رأيه في بعض المشاكل، رد عليه بطريقة عظيمة جدا. الصحفي ده كان فلسطيني، صفق لي وأعجب بالرد بتاعه وقال له خلاص أنا اقتنعت بكل كلمة تقولها، وخرج من الحوار ومبسوط. أنا عن نفسي شخصيا كنت دايما أجلس تحت قدمي ما أشبعش منه، ألف وأرجع تاني في الطابور عشان أتعلم التعاليم السامية بتاعة قداسة البابا شنودة. البابا شنودة هو قديس عصر العصور، ربنا ينفعنا بصلواته. هو بيشبع لينا في السماء، هو حمل كل همومنا ومشاكلنا، وقال أنا بنفسي هقدمها قدام عرش المسيح. يا رب يبارك حياتنا وينفعنا بصلواته. بابا شنودة يعني مؤثر بدرجة عالية جدا جدا جدا، هو نقطة فارقة في تاريخ الكنيسة كشخصية، ككيان، كظاهرة، يعني في كل المجالات، يعني قدم أمثلة كاملة، ودي من الشخصيات القليلة في تاريخ الكنيسة. حقيقي تاريخ الكنيسة هيفضل فاكر قداسة البابا شنودة، فاكر تأثيره، فاكر مواقفه بالنسبة للكنيسة وبالنسبة للوطن، يعني خبراته، كتاباته، أفكاره، أشعاره، كل الحاجات دي، تعليمه وإزاي كان بيعلم أصعب الحاجات وأصعب الأفكار بأقل الإيه، بأمور بسيطة خالص، بأفكار بسيطة خالص، يوصل لكل واحد في الشعب من أول الطفل لغاية الفيلسوف. فقداسة البابا شنودة ظاهرة كبيرة حقيقي أثر في حياتنا كلنا. كل سنة وقداستك طيب يا أبونا الحبيب الأنبا شنودة، معلم الأجيال، وربنا ينيح نفسك ويذكرنا في صلواتك. أنا بحب أشكره قوي، يعني عشان أكتر حاجة فرقت معايا الميوزيك بتاعته، يعني أنا عشان بحب الميوزيك، فأكتر حاجة الأشعار بتاعته كانت فيها عمق في الإنجيل، يعني فظيع جدا، كان بيعلمني إزاي ممكن أقرأ بشكل مختلف، يعني ده علمني في حياتي الشخصية يعني إزاي أتأمل في الإنجيل. وكان كمان عليه كده جمل لما مثلا بيقول خفق القلب صلاة، كانت حاجة بتعلمني أو بتقولي كده أنه عادي أنا مش محتاجة أبقى واقفة في كنيسة أو في حاجة، أنا ممكن أرفع عيني في كل وقت. فالحقيقة يعني أنا كل كمان لما في أي سؤال يجي على دماغي بفتح وبلاقي يعني بيرد بأقاويل كتير وبأشكال كتير، فدي حاجة فرقت معايا قوي برضو، يعني ساب كنز للكنيسة.